صباح الفل على الجميع، وصباح التسلخات على البساتين. شايفين؟ طيب ايه اللي نستفاده من الفيديو ده؟ اللي نستفاده من الفيديو ده ان اللي يسبب في تسليخ البيستن بالمنظر ده كده قلة وجود الزيت في الموتور. يعني الموتور ينقص زيت معاك والتنيك ماشي لما توصل البيستن بالشكل ده. طيب يعني ايه؟ يعني بعد اذنك لو سمحت كل يوم الصبح او كل يومين كده تطمن على منسوب الزيت في الموتور بتاعك علشان البيستن ما يسلخش منك وتلاقي الموتور بيرزع منك.